أكثر من 60 يوماً مرت منذ إكمالهم الدورات التدريبية، لكنهم ما زالوا في انتظار ضمهم إلى القوات الأمنية العاملة في الميدان. ويقول عدد من المجندين الذين تخرجوا حديثاً من دورات تدريبية خاصة إنهم لم يتلقوا رواتبهم لشهرين، ولم ينظر إلى احتجاجاتهم التي ينظمونها في أماكن مختلفة. حتى مش ضروري ان العلمين امامينا يوزعون احنا، بس يلفتوا احنا ينظرون احنا هل احنا عسكري يعني مسلح. ويدعو عدم ترتيب الاوضاع الامنيه وعدم فرز المنتسبين الى القوات العسكريه الى مزيد من تفاقم الحاله الامنيه غير المستقره في المدن المحرره، وهي حاله تحتاج حسب مراقبين الى مزيد من اليقظه والاستفاده من تجارب الاخرين، خصوصا في ظل عدم وجود خبرات امنيه تعمل ضمن الوحدات العسكريه المشكله حديثا، حيث تعمل هذه الأجهزة بدون أي بيانات تراكمية وبلا خبرات استخباراتية تتوقع الجرائم قبل وقوعها، كما تلجأ إلى سياسات الدفاع وانتظار الفعل بدلاً عن القيام به وفق التوصيف الأمني، وهو ما تدفع ثمنه المدن المحررة وكوادرها التي تذهب ضحية لعمليات إرهابية يمكن تلافي وقوعها بالعمل الأمني القائم على المعلومة والاستنتاج.